طبعا كلنا عارفين اسعار الطحينة وصلت ليه وبقت مكلفة جدا فالنهاردة هنعمل من ربع كيلو سمسم ايوة ربع كيلو سمسم هنعمل كيلو الا ربع من الطحينة التقيلة الخام الاحلى من الجاهزه مش هينفع اقولك زي الجاهزه لانها للاسف احلى من الجاهزه يلا نسميه بسم الله ونصلي على رسول الله أفضل الصلاة والسلام جبت ربع كيلو من السمسم طمن سمسم ناي وطمن سمسم متحمص الكوباية بتاعتي خدت الطمن بالظبط الكوباية دي عشان هنستخدمها لاخر الوصفة بعد كده حطيتهم فوق بعض في الوقت ده وبعدين جبت كوبايه ونص من الضيق بنفس الكوبايه اللي عيرت فيها السمسم قلبتهم مع بعض هرفعهم على نار هاديه اطلع منهم الرطوبه فقط انا ولا بديله لون ولا اي حاجه ولا عايزه احمصه انا بطلع منه الرطوبه ليكون دافي معايا هفضل بقى كده اقلب فيه وبعدين الم حبه بايدي لو لقيته دافي معايا كده خلاص هشيله فورا من على النار وافضيه في بولة على طول ما سبهوش في لوك ولا في الحلة اللي احنا بنعمل فيها علشان ما يتلساش من درجة الحرارة بتاعتها فورا فضيه زي ما انا هعمل كده بالظبط بعد بقى ما فضيته انا جبت الكبة وحبدا بقى اطحن الدقيق والسمسم ده مع بعض ممكن ما الخلاط بتاعتك عادي مش هتفرق المتوفر عندك المهم اي حاجة تخليه ناعم زي البودرة بالظبط حطيت بقى كده حبة بحبة وحبة بقى اني اضربهم لحد ما لونها بقى يتحول كده للون الاصفر والسمسم يتطحن خالص ويبدأ يطلع الزيوت الطبيعية بتاعته هتشوفوا شكله عامل ازاي دلوقتي عايزة اقول لكم ان ربع السمسم ده يا جماعة هو كلفني اربعين جنيه آه انا جوزي جايب علبة صغنونة كده لا تتعدى المية وخمسين جرام عاملة خمسين جنيه بجد يعني فتخيلوا انا من اربعين جنيه والزيت من البيت انا عملت كيلو الا ربع من الطحينه ففي فرق كبير جدا ده غير ان انت ضمناها وضامنه نظافتها وكمان الكميه والجوده بتاعتها كل حاجه بايدك انت شايفين هنا انا فضيته وقلبت بالمعلقه بقى الكتل كده مطرح كبسه الكبه وبعدين بقى هبدا اكمل بنفس الطريقه بالشكل ده حطيت بقى الكميه الثانيه هم خدوا معايا كده تقريبا ثلاث مرات في الكبه وبعدين بقى نيجي للخطوه الاخيره وهي اهم خطوه ان انا بجيب كوبايه من الزيت بنفس الكوبايه برده وهحطها في الخلاط واضربها هي الاول في الخلاط لحد ما لون الزيت ده يبقى ابيض معايا ليه عشان الطحينه ما تفصلش معاكي ودي خطوه مهمه ناس كتير قوي بتشتكي منها ان الطحينه بعد ما بنعملها بتفصل الخطوة دي مش هتخلي الطحينة تفصل ولو قعدت سنة في التلاجة عندك ضربتها بقى لحد ما بيضت معي خالص كده هبدأ بقى اخد جزء من الخليط اللي انا طحناه ده وحط حبة بحبة مش هحط الكمية كلها وبعدين هشغل الخلاط بتاعي وهفتح الغطا الصغير اللي في النص ده وهبدا انزل بالمعلقه حبه حبه انا هفضل اضرب في الخليط ده وانا بنزل كده بالمعلقه لحد ما يبقاش فيه اي دي متكتل انا بفضي الخليط بتاعي من الخلاط وهي طحينه ما اي كتل او اي شوائب وعايزه اقول لكم السمسم يا جماعه قبل ما نستخدمه او نطحنه احنا لازم نعديه على منخل او مصفة اه ما تعديش منها السمسم يعدي منها الشوائب او الاتربه فقط شايفين تقيلة وقوامها ما شاء الله تقيل معايا ازاي انا جبت لكم الشفشة المعياري هي بالظبط سبعمية وخمسين مللي مش عارفة واضحة معاكم ولا لا بس البرطمان اللي انا هفضي فيه الاتنين السعه الساعة بتاعتهم تلتمية وتمانين جرام فانا كمان ما عملتهمش على الاخر وتبقى معايا حوالي نص كوباية حقيقي موفرة جدا وطعمها وريحتها خطيرة اتمنى الفيديو يكون عجبكم وبالف نشف على قلوبكم